موجز لأهم الأخبار السياحية يأتيكم من جريدة وقن تتحوز برسالة الإلكترونية. أهلا بكم. بداية أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري أنه يتوجب على المسافرين الحضور 4 ساعات قبل موعد رحلاتهم، وذلك لتجنب الوصول المتأخر المتكرر. وحسب بيان لدى المؤسسة فإن بوابة ميناء مرسيليا تغلق قبل موعد المغادرة بساعة ونصف بموجب قرار من سلطة ميناء مرسيليا بفرنسا. وفي خبر آخر، كشف وزير النقل كمال بلجود أمس الثلاثاء لدى سماعه من قبل أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني عن برمجة 273 رحلة جوية نحو البقاع المقدسة خلال شهر رمضان المقبل لفائدة المعتمرين، موزعة على كل من الخطوط الجوية الجزائرية بمقدار 167 رحلة، وشركة الخطوط العربية السعودية ب 99 رحلة، إضافة إلى شركة الطيران فلاينس التي حازت على 7 رحلات. هذا وأعلنت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية مستغانم عن إجراء مزايدة مفتوحة خاصة بالمنح الجزائري للاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة. وحسب بيان لذات المديرية سيتم منح حق الامتياز لثلث المساحة لكل شاطئ على أن يبقى الجزء الآخر من المساحة كفضاء مجاني للمصطفين. وعن شروط المشاركة في المزايدة أوضحت المديرية أنه يجب أن يمتلك الشخص الوسيلة المادية والبشرية اللازمة وأن يكون مسجلا في السجل التجاري. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.